بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحباء المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. عنوان الحلقة لهذا اليوم أيها الأحبة الكرام هو الإسراف في شرب الماء والأمراض الناتجة عن ضيفي الكريم سماحة الباحث الإسلامي والمدقق والباحث في طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي. حياكم الله سماحة الشيخ. الله يحفظكم وأيدكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ حبيبي. الله يحفظكم إن شاء الله. سماحة الشيخ، ما هو الدليل على أن الإسراف في الماء يسبب الضرر لجسم الإنسان بخلاف الطب الحديث؟ حاليا الطب الحديث يقول لك أنه اشرب هواي ماء. نعم سماحة الشيخ، نحن عندما نأتي إلى الإسراف كما قلنا في الحلقة الماضية، باعتبار أن كما أن الإسراف في الأكل يسبب الأمراض، كذلك الإسراف في شرب الماء يسبب الأمراض، حيث أن القرآن الكريم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. يعني هم في جانب الأكل أكل لا يكون عندك إسراف، وهم في جانب الشرب الماء كذلك إسراف لا يصير عندك. نعم. كلاهما يسببان المرض. كما أن الطب الحديث والرائج يتكلم ويقول بأن كثرة شرب الماء نافعة للكلية مثلا، أو نافعة لدفع السموم من البدن، لكنما عندما نأتي إلى روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن أهل البيت يقولون بتقليل الماء، والأدلة حينما نرجع إلى الروايات ليست رواية أو روايتين أو ثلاث، عدة روايات موجودة في هذا الباب. مثلا نأتي إلى الرواية الأولى، ورد في الوسائل مجلد 17 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، كما أن كثرة الطعام يميت القلب كذلك كثرة الشراب يميت القلب، فإن القلوب تموت كالزرع إذا كثر عليه الماء. هاي الرواية الأولى. تأتي إلى الرواية الثانية في مستدرك الوسائل مجلد 16 قال لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه، يعني المقياس لشرب الماء أن الإنسان يشتهي أن يشرب الماء. نعم. اللي يشتهي باعتبار أنه قد عطش عطش حقيقي، باعتبار أن بعض الناس يحب أن يكثر في شرب الماء مع أن جسمه لا يحتاج إلى ذلك الماء، بينما الرواية تقول يشتهي، فإذا اشتهى الآن أنا عطشان أنا أريد أشرب الماء، لكنما يقول إذا اشتهى فليقل منه، حتى الإنسان في حين اللي يشتهي ليشرب الماء يكون يقلل من شربه للماء. هذه الروايات التي تشير إلى هذه المعاني. مثلا تجي إلى كتاب المحاسن عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول صحة الجسد من قلة الطعام وقلة الماء. نعم. كما أن صحة الجسد في قلة الطعام كذلك صحة جسد الإنسان في قلة شرب الماء، وهذا التأكيد جدا وارد عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. سلام الله. ولهذا إذا أحد يريد أن بدن دائما يكون صحيح بلا علة لا يتمرض، قليل المرض يكون، يلتفت إلى هذه الرواية الأخرى التي وردت في الوسائل المجلد 25 يقول من أقل شرب الماء صح بدنه، اللي يقلل من شربه للماء بدنه يصحى. يعني حتى بالأخص يعني بالأخص المرضى الناشئة من البرودة والرطوبة. نعم. بالأخص هؤلاء يقللون، بالأخص عندهم آلام في المفاصل، بالأخص اللي عندهم آلام في المفاصل فليقلون من شرب الماء. الآن نحن عندما نأتي إلى رواية أخرى يقول لو أن الناس
هذا وردت في الوسائل مجلد 25، يقول لو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم، يعني بدن الإنسان يستقيم بقلة شرب الماء. لهذا أنت عندما تجي إلى طبيعة الماء، إحنا نمشي على قاعدة أهل البيت. أهل البيت قالوا نحن نداوي الحارة بالبارد والبارد بالرطب، نمشي على هاي القاعدة. شنو طبيعة الماء؟ طبيعة الماء أنه طبيعته باردة ورطبة، هاي طبيعة الماء. يعني كل مرض إذا كان طبيعته باردة ورطبة أن الماء كثرته يضر به. مثلا بالأخص الشيبة، يعني أنت حسب من 50 وليفوق، لأن الإنسان حينما يبدأ بالمزاج يبدأ بالحرارة والرطوبة إلى سن 15 سنة، من بعد سن 15 سنة إلى سن 35 سنة، هاي بحسب رواية الإمام رضا في رسالة الذهبية، إلى سن 35 سنة الرطوبة تقل والحرارة تبقى أكثر في بدنه. نعم. من بعد 35 سنة إلى عمر 50 تزداد عند الإنسان، من 50 وليفوق تزداد عند الإنسان قضية السوداء، يعني البرودة، من 35 إلى 60 العفو، من 35 إلى 60 يزداد عند الإنسان البرودة والجفاف، هذا السوداء يعبرون عليها، سودة الإنسان تكثر. نعم. في هذا العمر. ثم من بعد عمر 60 إلى ما فوق يزداد عند الإنسان الرطوبة والبرودة. يعني في ذلك العمر إذا الشيبة يريد أن جسمه لا يعتل أكثر، إذا يريد أن جسمه لا يحس بآلام وأوجاع بالأخص بالمفاصل، بالأخص نعم. بالعظام، فليقلل من شربه للماء، لأن طبيعة الماء باردة ورطبة، والآن هو في سن البرودة وفي سن الرطوبة، فإذا هو يحتاج إلى أن يأكل من الأطعمة الحارة والجافة حتى يقلل من برودة البدن. ولهذا أنت عندما تجي إلى الرواية التي وردت في الكافي قال أقل شرب الماء فإنه يمد كل داء، يقول لك ما دام تكثر بالماء، يمد يعني يزيد المد، يعني يزيد يزيد كل داء. ولهذا إذا الإنسان مبتلي بالأخص بالأوجاع التي سببها الرطوبة والبرودة، إذا زاد الطين بلة هنا الإنسان أكثر يحس بالألم، أكثر يحس بالأذية، ولهذا لابد أن يلتفت إلى هذا المعنى. وفي رواية أخرى قال لا تكثر شرب الماء فإنه مادة لكل داء. نعم. مادة لكل داء، هسه هنا بعد ما خصص داء خاص، بل نحن نقول ما دام يقول لكل داء ممكن تقول الرواية مطلقة، لكن نقول مادة لكل داء سببه البرودة، نقيدها سببه البرودة والرطوبة، مادة لكل داء الذي يكون سببه البرودة والرطوبة. إذا زادت الرطوبة في البدن ماذا يحدث؟ شو السبب؟ نعم. تجي لك السمنة. كثير يشتكي من السمنة، يقول أنا كيف أقلل وزني، هذا الوزن شلون يخفض، شلون أنا أرتاح من هالوزن؟ أقول ما دام الرطوبة بالبدن موجودة السمنة موجودة. نعم. فإذا إذا أنت تريد أن تقلل من الوزن، زيادة على أن نقول أن تقلل وجبات الأكل، تغدى وتعشى ولا تأكل بينهما شيء، زيادة على هذا المعنى نقول يقلل من المأكولات التي تكون مزاجها بارد ورطب، يقلل من هذه المأكولات حتى الرطوبة تقل في بدن الإنسان. ما دام الرطوبة موجودة ببدن الإنسان فإذا الإنسان وزنه يذهب إلى الارتفاع، ما ينزل، مهما يحاول أن يخفض من وزنه الوزن ما ينزل إلى أن يخفضه. الآن نحن عندما نأتي إلى مسألة أخرى نقول أن نؤكد مرة أخرى، نؤكد على هذا المعنى، نؤكد على أنه لا بد من تقليل شرب الماء حتى لا يزداد الرطوبة عند الإنسان. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم، طيب الله أنفاسكم. سماحة الشيخ، هل هناك استثناء لكثرة شرب الماء يعني موجود عندنا، أو أنه كثرة شرب الماء مضرة بجميع يعني بجميع الأجسام، أو هناك استثناء يعني أكو مثلا مريض ينصحون الأطباء أنه يشرب هواي ماء؟ نعم. هسه قبل هذا السؤال، نعم، يعني نجيب على سؤال ممكن افتراضي يجي، يعني قبل لا نجاوب هذا السؤال نقول هل توجد حدود لشرب الماء؟ قبل لا نجيب هذا السؤال، نعم، يعني كم مقدار أنا أشرب الماء باليوم؟
لأن الطب الحديث يقول لك اشرب الماي، بويا ما اشتهي أن اشرب الماء، يقول له لا اشرب، لأن هاي الكلية تحتاج، كلية تحتاج حتى تغسلها من الحصو، لا يبقى فيها رسوبات، لا يبقى في الجسم من السموم بواسطة الكثرة لشرب الماء، أنت تدفع هذه السموم، ويحدد لك مقدار، يقول لك باليوم أقلا اشرب لك 8 قلاصات من الماء، كنت تشرب بهالمقدار، بعد أقل من هذا المعنى لا يكون. بينما نحن نقول الناس يختلفون، الأبدان تختلف من بدن إلى بدن، يختلف البدن إلى بدن. يعني شلون؟ يعني إحنا نقول اللي بعض الناس أبدانهم حارة ورطبة، الحرارة والرطوبة نعبر عليها هذا مزاج دموي، المزاج الدموي الذي يكون قالب عليه شنو؟ قالب عليه الحرارة والرطوبة. شنو العلائم التي توجد عند الإنسان الدموي الذي تغلب عليه الحرارة والرطوبة؟ نعم. منين نعرفه بأن هذا، منين يعرف أكو علائم إلها؟ نعم توجد علائم. مثلا أنت عندما تجي إلى المزاج الدموي، الدموي منه اللي عنده نسبة الحرارة صاعدة ونسبة الرطوبة هم صاعدة، أولا أنه طويل القامة، جسيم، يكون جسيما، يعني من علائم الشخص اللي يكون طبيعته حارة ورطبة يكون جسيما وطويل القامة. ثم ثانيا اللحم أكثر من الشحم في جسمه. نعم. أنت إذا تجيس البدن تشوف أن اللحوم أكثر من الشحوم في بدنه، هذه علامة الحرارة. وبعد الوجه يميل إلى الحمرة، يعني أنت وقت تجي إلى الوجه، تنظر إلى الوجه، تدقق في وجهه، تنظر حمرة الوجه أكثر من بياض الوجه، هذا يدل على كثرة الحرارة التي توجد عنده. بعد العيون كبار تصير لوجود الرطوبة، لأن كل ما ازدادت الرطوبة العين تكبر. نعم. هاي من علائم الإنسان الحار. وبعد كثير الضحك والمزاح، يعني حتى في خلقياته، عندما تجي إلى الإنسان الدموي الذي يحمل الحرارة والرطوبة في جسمه يكثر ضحكه، في بعض الأحيان أكثر من اللازم يكثر الضحك والمزاح، لكن هو لا يعلم لماذا يضحك ولماذا يمزح أكثر من الزيادة. نعم. هذا يدل على أن الحرارة صعدت أكثر من الأحسن. الدواء لهكذا إنسان أن يحتجم. نعم. لأن الحجامة تجعل الإنسان تقلل من حرارة الإنسان، أفضل الشيء أن الإنسان في هذه الحالة يحتجم. حتى في الخلقيات عندما تأتي إلى الإنسان الذي طبيعته حارة، كريم النفس ما هو بخيل. نعم. يعني الشخص إذا ازداد البخل عنده يعني ازدادت البرودة في جسمه. يعني بتعبير الطبي، يعني سواء لا دعنا عن الأمور الخلقية، يعني إحنا نحكي في جهة طبية. نعم. لا في جهة الأخلاق، لماذا الإنسان يكون كريم النفس، لماذا يكون بخيلا، ذاك جهة خلقية. نحن نقول، نعبر تعريف، نعطي، نقول إذا ازداد البخل عند الإنسان تعريفه الطبي ماذا يكون؟ يقول تعريفه الطبي ازدادت البرودة عند الإنسان، ما يتفاعل مع الآخرين. بينما تجي إلى شخص اللي طبيعته حارة، هذا الشخص يكون كريم النفس لكن كثير الأكل، هم جانب آخر لكثرة الرطوبة. نعم. كثير الأكل، وشجاع لوجود الحرارة في بدنه، شجاع، بينما الإنسان الذي تكثر عليه البرودة يكون إنسان جبان. نعم. يخاف، خوف يغلب عليه. الآن لماذا جئت بهذا البحث؟ أقول أن هذا الرجل الحار هذا ممكن لوجود الحرارة يحتاج شوية يشرب أكثر ماء. بالنسبة إلى الشخص الذي يكون تكون طبيعته بارد. أحسنتم سماحة الشيخ. نعم أحبائي المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي وبرنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. حياكم الله ضيفي الكريم، الله يحفظكم سماحة الشيخ أحمد دريس الأحسائي، حياكم الله. الله يبارك بكم شيخنا العزيز. طبعا سألتكم قبل الفاصل. نعم. هل أنه كثرة شرب الماء بها استثناء أم لا؟ بها استثناء أم لا شيخنا؟ نعم. نعم. أحسنت مبارك الله. كنا نجيب، قلت أن قبل هذا إجابة على هذا السؤال قاعد نعين حدود بالنسبة للأمزجة. نعم. يعني كل واحد بطبيعته يكون يشرب ماء أكثر من طبيعته، إذا تعدى الطبيعة
يسبب مضرة إلى ممكن أنت تحتاج إلى ما أدري باليوم تشرب لتر من الماء وفلان يحتاج نصف هذا المقدار اللي تشرب. لا بد أن الإنسان يراعي بدنه. الآن نحن قلنا أن الشخص اللي طبيعته تصير حارة هذا أكثر يحتاج إلى الماء، مثل الصفراوي يعني علائمهم شنو بالنسبة إلى الصفراء؟ الصفراوي معمولا طويل القامة وليس سمينا، جدا هزيل يكون، وبعد شدة الحرارة في الصيف يعني جدا شديد الحرارة وبالأخص يتأذى بالصيف، ودائما يمتى ما تجي له حلقة يابس. نعم. وبراطمة من كثرة الحر يصير ياخذها البياض. نعم. هذا الشخص يحتاج إلى شرب الماء أكثر من غيره. نعم. بينما مثلا تجي إلى الشخص اللي تغلب عليه البرودة والرطوبة، نعبر عليه بالبلغمي، هذا الشخص لوجود البرودة ولوجود الرطوبة أقل من سائر الأمزجة يحتاج إلى شرب الماء. نعم. لماذا؟ لأن هو في بدنه يوجد رطوبة ويوجد البرودة، والماء طبيعته باردة ورطبة. نعم. فإذا إذا احنا نزيد الرطوبة والبرودة، ردود رطوبة وبرودة، هذا يسبب أن الآلام أكثر تظهر. نعم. هنا بالأخص بالمفاصل، بالأخص هذا اللي من 50 وليفوق أكثر يتأذى من هذا. لهذا شوفه ما يشرب الكبار، يعني حتى بطبيعتهم، حتى تجي إلى مثلا أنه مشتهاته ما يشتهي يشرب كثير الماء. احنا ملاحظين كثير من الكبار، ليش؟ لأنه هو بطبيعته البدن إذا يحتاج العلائم تظهر على بدن الإنسان لطلب الماء، بد أن يشرب ماء. ولهذا في هذا السن ما دام تغلب على الإنسان البرودة، الإنسان أقل يشرب ماء. فما دام الإنسان لا يحتاج إلى الماء لابد أن لا يشرب الماء. ولهذا نقول أن شرب الماء كالأكل الطعام، يقول ارفع يدك من الطعام ما دام عندك قرم تحب أن تأكل، ارفع يدك. نعم. يمتى ما جعت تأكل، بعدك ما شبعت تمد إيدك. كذلك بشرب الماء هم كذلك، بعدك يعني إذا إجالك العطش تشرب الماء، إذا بعدك تشتهي تشرب ماء، هنا تقطع من شرب الماء. أما بالنسبة إلى سؤالكم اللي تفضلتم به، إذا مرة أخرى حتى المشاهدين يجون ويانا تكررون السؤال. الله يبارك بكم. سألناكم سماحة الشيخ أنه هل هناك استثناء لكثرة شرب الماء؟ يعني أكو إنسان يوصونا أنه يشرب كثير، يزيد في شرب الماء، نعم، أي صحيح، أو أنه مضر مطلقا يعني. أها. شوف احنا عندنا قد يستثنى بعض الموارد. نعم. يعني مو بصورة مطلقة، إذا قلنا أن شرب الماء مضر في روايات أهل البيت ليس بصورة مطلقة. يوجد هناك استثناءات لشرب الماء، مثلا أولا شربه بعد الطعام إذا لم يكن دسم، كما أشرنا إلى هذا المعنى. نعم، أشرنا عليه في قضية الحلقة السابقة في قضية الإسراف في الأكل. نعم. قلنا إذا الأكل ما كان دسم، دسومه ماكلة، هسبين الطعام ممنوع، شنو الأكل دسم شنو غير دسم، ما يجوز يشرب الإنسان ماء، يسبب أمراض للمعدة للكبد، أمراض كثيرة موجودة. لكن بعد الطعام إن كان الطعام دسما ما يجوز الإنسان يشرب الماء، لكنما إذا كان الطعام ماذا؟ الطعام غير دسم، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يوصون بكثرة شرب الماء هنا. ولهذا أنت عندك أشرنا إليها في الحلقة السابقة، لكن هنا نشير، قال ورد في البحار، قال لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام وأن لا يكثر منه، بس يا طعام، الطعام اللي ما يصير دسم، دسومة. نعم. ما بي. نعم. بعد في خبر آخر قال لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام ولا يكثر منه على غيره، يعني على غير هذه الحالة لا يكثر منه. أما الاستثناء وين؟ الاستثناء بعد الطعام، وأن الطعام لا يكون دسما، لكن بعد أكل الدسم ممنوع. هاي الرواية هم تقول، ورد في الوسائل المجلد 25، قال شرب الماء على أثر الدسم يهيج الداء. يعني إذا واحد عنده أكل مثل اللحم قاعد يأكل، مثل ما أدري مأكولات من هذه الزيوت اللي الموجودة بالأسواق يستخدمونها. نعم. هذه إذا الإنسان أكل مغلي مثلا سمك، ما أدري دجاج كذا، ما أغالينا بالزيت، هذا يجي يأكل ومن بعد أريد يشرب ماء يهيج الداء عنده.
كل مرض إذا الإنسان يبتلي مبتلي به راح يكثر عنده بمجرد أن يشرب الماء بعد أكل الدسم. فإذا نحن عندما نقول الاستثناء موجود بعد الطعام، مو الطعام الدسم، الطعام الذي غير دسم. ولهذا يقول شرب الماء على أثر الدسم يهيج الداء. وفي خبر آخر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل اللحم لا يعجل شرب الماء. إذا كل اللحم ما يبسرعة يجي يشرب. أسخو البيبسي بعد ماشية القضية. الماشية عندهم القضية في البيبسي. سعنا نقول الماء هسه بعد أخس من الماء إجا. قضية البيبسي أنه يشرب بين الطعام من هذا هذه المادة السمية، نستجير بالله. كان رسول الله إذا أكل اللحم لا يعجل بشرب الماء. الآن إحنا عندنا يقول الأمراض الناتجة من شرب الماء بين الطعام أو بعد أكل الدسم، شنو من مرض ينتج إذا واحد يشرب ماء بهاي الحالة وهو قاعد يأكل أكل دسم؟ نعم. يقول مرض الكبد، وهو تشحمه. تشحم الكبد. أي تشحم الكبد أو الكبد الدهني أو الدسم، هذا يبتلي الإنسان فيه. الأمر الثاني، الاستثناء الثاني في شرب الماء، يستثنى شرب الماء للتداوي. إذا الإنسان بعلة به، لمن كان به علة فإنه يحسن عندها الإكثار من شرب الماء. مثل شنو هو؟ كوجود الحصوة في الكلية، أن فلان مبتلي بحصوة في كليته، أن هذا الشخص لكي يدفع الحصوة من الكلية يحتاج أن يزيد ماذا؟ بشربه للماء حتى الكلية تدفع هذه الحصوة. هذه حالة استثنائية، يعني ليس على الدوام. وإن كان نحن قائلين أصلاً نفس شرب الماء، كثرة شرب الماء هو اللي يولد الحصوة في الكلية، لكن إذا ابتلى الإنسان بالحصوة لمدة استثنائية، لمدة قصيرة، يزيد في شربه للماء أو بعض العلاجات الرائجة في دفع الحصوة في الكلية، يجي يكثر من شربه للماء. مثل هذه حالة الحصوة في الكلية. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. نجي إلى سؤال آخر سماحة الشيخ، هل يوجد نهي لطريقة شرب الماء في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ إحنا جاي نشوف أكثر الناس يجوز من تنطيق لاس ماء هو واقف ما يشرب صراحة، يجلس ويشرب. شنو الفلسفة سماحة الشيخ لهذه الطريقة؟ نعم. الآن نجي إلى الحالات التي أهل البيت قد نهوا عنها. نعم. من جملة الحالات عشان نجي إلى قضية هل من قيام أم هم من الجلوس بحسب الترتيب البحث، لكن بالنسبة إلى الحالة التي أهل البيت قد نهوا عن هكذا شرب، شرب الماء عبة، العب يعني ما ينطي نفس، بنفس واحد يشرب الماء، يعني لا يشرب الماء مصة، بينما أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يؤكدون على شرب الماء بحالة من المص، يعني يمص الماء في حالة من المص. لهذا عندما تجي إلى الرواية التي وردت في البحار المجلد 62، روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شربتم الماء فاشربوه مصة، يعني حالة جر، مو حالة أن تريق الماء في فمك هكذا، هذا يقولوا للعب. ولهذا ولا تشربوه عباه، تعبي الماء رأسا وينزل، هاي أول مضرة للصيب، الصيب الكبد. سبحان الله. هاي اللي احنا نقول أمراض، أكثر أمراض الكبد ناتجة من أين؟ ناتجة من عدم صحة شرب الماء. وهذا طب الحديث ما يشير إليه، لكن ينبغي أن لطب الحديث يأتي ويحقق على روايات أهل البيت عليهم السلام، لماذا أهل البيت ينهون من هكذا شرب؟ أية مضرة تأتي؟ ممكن نحن بعلمنا نلقي ما ورد عن الرسول الأكرم، لكن ممكن لا نعرف الفلسفة. أهل البيت وإن كان أشاروا في عدة أمكنة بأنه يصيب الضرر، لكن نحن نحتاج إلى تقارير علمي، اختبار في مؤسسات خاصة يجون يختبرون القضية، أن شو السبب، شنو الدليل العلمي، يشكلون فرد أدلة علمية حتى يعرضونها للعالم. هذا هو علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا في رواية أخرى النهي عن هكذا شرب في الكافي المجلد السادس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مص الماء مصة ولا تعبوه عبا فإنه يوجد منه الكباد. شوف صريحة الرواية قاعدة تقول وين أول مضرة ليصيب الإنسان من شرب هكذا عبا، يعب الماء عبا، أول يصيب وين؟
الكبد. يعني أكثر أمراض الكبد ناشئة من أين؟ من شرب الماء. من شرب الماء يعبى. نعم. يعني رأساً يشرب الماء بدون المص، وهذا منهي عنه في روايات أهل البيت. وفي رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مستدرك الوسائل المجلد 17، الرسول الله قال: لا تشربوا واحدا كشرب البعير. هاي شرب البعير، البعير يخلي رأسه بالماء ويجر الماء جر بدون أن ينطن نوع من النفس، يجر الماء يجر، يقول كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، يعني مرة مرتين، تيقن بتعبيرنا مرتين ثلاث وهكذا. وفي رواية أخرى في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب أحدكم فليشرب في ثلاثة أنفاس. بثلاثة أنفاس مو رأسا يشرب. الأول المن يا رسول الله؟ ثلاثة أنفاس. شو السبب؟ يقول أول شكرا لشاربه. نعم. يشكر الله، يقول الحمد لله شكرا لله. والثاني مطردة للشيطان. الآن احنا وقت نجي إلى بحث الشيطان، شنو قصدنا من الشيطان؟ هذا الشيطان اللي حرف بني آدم، لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقصد من الشيطان تلك الجراثيم، كما نحن عندنا أدلتنا حينما نقول الشيطان في بعض الأحيان الرسول وأهل البيت يعبرون عن الجراثيم والميكروبات بالشيطان. نعم. الآن يقول والثاني مطردة للشيطان أو للشياطين، إنما ممكن يقصد نفس هذا الشيطان وممكن يقصد نفس الجراثيم، يحتاج إلى اختبار هذه الأمور. يعني طب الحديث لابد أن يتوجه إلى هذه الروايات. والثالث شفاء لما في جوفه. ثلاثة أنفاس، أولا شكرا، وثانيا مطردة للشيطان، وثالثا شفاء لما في جوفه. يعني شفاء، يعني إذا الإنسان عنده علة في جوفه بهكذا شربه للماء يرفع العلة من وجوده. الأمر الثالث اللي أهل البيت ينهون عنه وهما تركهم لتسمية الله في حينما يشربون في بداية شرب الماء، في بداية شربه للماء أهل البيت ينهون، ولذا يأكدون على هذا المعنى، لأن بسم الله تدفع أضرار حتى تدفع الجراثيم، وهاي الاختبارات موجودة، التقارير العلمية بالنسبة إلى أثر البسم الله حينما تذبحون الذبيحة، هاي التقارير موجودة في سوريا، في أطباء اللي اكتشفوها هذا المعنى جاءوا وجربوا القضية على عدة ذبيحة، البعض ذبحوهن قالوا بسم الله والبعض ما ذبحوهن ما قالوا بسم الله، ثم اجوا واختبروا القضية، شافوا المكان اللي قالوا بسم الله نقية من الجراثيم والمكان اللي ما قالوا بسم الله مملوء بالجراثيم. يعني بسم الله له أثر حتى على الدفع، دفع الميكروبات ودفع الجراثيم التي موجودة في الطعام. ولهذا ورد عن أئمة أهل البيت في مستدرك الوسائل مجلد 17: من شرب الماء فقال بسم الله في أوله وقال الحمد لله في آخره لم تصبه منه آفة، لن تصبه منه آفة، أصلا ما صيبة أي علة أي مرض بواسطة شربه للماء. هناك موجود بعد أدلة أخرى. السؤال ممكن هذا اللي تفضلتم به من قيام أم من جلوس؟ الروايات تقول الشرب الماء في النهار يكون من قيام وفي الليل يكون من جلوس، لأن الروايات تقول شرب الماء من قيام بالنهار في الكافي واردة في المجلد السادس، شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام، وشرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر. يعني هذا يسبب أمراض التي ترتبط بالكبد، الماء الأصفر قضايا ما ترتبط بأمراض الكبد. أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم، الله الوقت داهمنا سماحة الشيخ أحمد دريس الأحسائي، شكرا جزيلا، خدمتكم حبيبي، الله يأيدكم بحق محمد وآل محمد إن شاء الله، اللهم آمين يا رب العالمين. والشكر موصول لكم أحبائي المشاهدين. تذكيرا لكم أيها الأحبة الكرام، عن أي سؤال أو أي استفسار تزورون صفحتنا إن شاء الله اللي موجودة على الفيسبوك باسم الرادود والإعلامي حسين الأميري. ختاما تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.